اهلا بكل حضراتكم مره تانية. بتمنى تكونوا استمتعتم باللقاء اللي فات ما بين نهاوند وضيوفها المحترمين. وقبل ما نبتدي مع حضراتكم لقائنا اللي جاي، انا عايز اشكرك الحقيقه بصفه شخصيه ان انت ختمتي الحوار اللي فات بنقطه في منتهى الاهميه وفي منتهى الاحترام، فكره التنمر. صح. لان دي ثقافه لازم تتغير، فبس كانت تقدر الاشاره شهاده يا فندم. لا والله لا، دي نقطه فعلا، والله العظيم بكلمك بامانه، فعلا في نقطه في منتهى الاحترام. تعالوا بقى من خلال فقرتنا دي نتكلم عن تريبل فايت. ايه هي تريبل فايت دي؟ رياضه مصريه خاصة بالدفاع عن النفس، وهي مستوحاة من الرياضات الفرعونية، نوع من أنواع الألعاب القتالية اللي إن شاء الله هنتعرف مع كل حضراتكم على كل تفاصيلها من خلال ضيفنا كابتن حسن حسن، مبتكر ورئيس الاتحاد الدولي للتريبل فايت. صباح الفل على حضرتك ومنورنا. صباح الفل على معاليك وعلى كل مشاهدي البرنامج وكل مشاهدي القناة، وبشكر معاليك وعلى الاستضافة الجميلة اللي أكيد هتضيف كتير لرياضة التريبل فايت. شكرك جدا كابتن حسن. ونبدأ زي ما كريم كده كان بيسأل في الانترو بتاعه، إيه التريبل فايت؟ يعني إحنا بنسمع عن رياضات مختلفة للدفاع عن النفس، بس إيه اللي بيميز أو المختلف في هذه الرياضة؟ أستاذن حضرتك بس ناخد نرجع بس نشوف كده نظرة تاريخية على رياضات الدفاع عن النفس عامة. أقدم حاجة لقيناها كدليل على وجود رياضات دفاع عن النفس في العالم هي معابد بني حسن الموجودة عندنا هنا في المنيا، ودي تقريبا كانت في الأسرة الثانية عشر في الدولة الفرعونية القديمة، يعني تقريبا بنتكلم في حدود 4000 سنة وإحنا مميزين وسجلنا الكلام ده على جدران المقابر وجدران المعابد الفرعونية. فطبعا ده بيخلينا لينا الأسبقية في عالم الدفاع عن النفس. ابتدت الفنون دي تتاخد بعد كده ودول تانية تشكلها وتخرجها في شكل جديد وبعدين تطلعها للعالم بثقافتهم بالتركيز عليها، وإن هم يخلوا الرياضة دي تنتمي إليهم هم وهم الأصل فيها، مع ان المفروض ان هم تاريخهم في الحاجات دي ما يتعداش بضع مئات السنين. ده مبدئيا. التريبل فايت طبعا كل رياضات الدفاع عن النفس التعامل بيها بيكون عن طريق ثلاث حاجات بيستخدمها في الدفاع عن النفس. يا اما بيستخدم الايدين، يا اما بيستخدم الرجلين، يا اما بيستخدم الجسم كامل في الرمي. استخدام الايدين زي رياضة الملاكمة وزي الرياضات اللي بيستخدموا الايدين عامة، استخدام الرجلين زي رياضة التايكوندو، زي رياضة الكيك بوكسينج، زي الكاراتيه، استخدام الجسم عامة زي الجودو، زي المصارعة. بس احنا لو اعتمدنا على المنطق ده هنلاقي ان في كتير من الرياضات القتالية او رياضات الدفاع عن النفس بطبيعة الحال مستوحاة من تاريخنا الفرعوني. بالظبط. بنتكلم على مرحلة زمنية كانت كلها غزوات وكلها حروب، وبطبيعة الحال كان في مساحة كافية للدفاع عن النفس بكل الأشكال وبكل الفنون. وكان الدفاع عن النفس مهم جدا في الجيش المصري قبل أيام الفراعنة، لأن كان هو ده السلاح الأساسي أثناء الحروب. ده بالنسبة للتاريخ الدفاع عن النفس والألعاب الدفاع عن النفس النظرة التاريخية عنها. بالنسبة حديثا ابتدت تطلع كتير زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، رياضات كتير حديثة عاملة ميكس للمارشال آرتس عامة، زي الام ام اي، زي الكيك بوكسينج، زي الفول كونتاكت. ايه اللي يميز التريبل فايت عن الرياضات دي؟ الرياضات دي كلها عملت الميكس كله في نفس التوقيت، يعني هو بيلعب في نفس الجولة أو في نفس المباراة بيلعب مهارات الإيدين وبيلعب مهارات رجلين وبيلعب الرمي اللي هو السقطات زي الجودو. احنا علشان كده قلنا تريبل، فقسمناهم كل جولة منفصلة بفن معين، يعني الجولة الأولى بتكون لفنيات الرمي اللي هي موجودة في الجودو، موجودة في المصارعة، موجودة في رياضات كتير. الجولة الثانية متخصصة في فنيات الرجلين زي التايكوندو والكاراتيه والكيك بوكسينج. الجولة الثالثة متخصصة لمهارات الإيدين فقط زي الملاكمة والكيك بوكسينج. وبنجمع السكور من الثلاث جولات علشان نعرف مين الفائز. هنا هنفرق في المباراة بتاع التريبل فايت، هتبقى في فرق ان احنا عارفين مستوى اللاعب او الخصم مستواه ايه بالظبط في الايدين وفي الرمي وفي الرجلين، على عكس الرياضات الثانية ممكن شيء يطغى على شيء. ولو شفنا مباريات للام ام اي مثلا هنلاقي ان الصفة الطاغية على المباراة
هي الملاكمة. يعني المميز في الملاكمة بنشوفه هو يعني الصفة الطاغية على الموضوع. احنا معانا فيديو حي هو كريم وكابتن حسن يعني لرياضة بتمارس ازاي بشكل كده يعني. وسيدات اهو بيمارسوها كمان. وانا اللي كنت فاكره نفسي قويه وبعرف اتخانق. هو زي ما احنا حضراتكم شايفين في دي مباراه مصغره تقريبا لرياضه تريبل فايت. في الاول كان فنيات الايدين وحاليا جوله فنيات الرجلين، ودي طبعا موجوده للولاد وللبنات او للرجال والسيدات جميع الاعمار، بيبتدي ممكن يشترك فيها ابتداء من 7 سنوات. ودي ده ضرب فعلا كابتن حسن يعني ده تدريب، ده حاليا ان انا بيتمرنوا على السقطات دي الجوله الثالثه. ما بالك الضرب ما بالك الضرب لو ده التدريب. طب يا فندم، حجم الاقبال على ممارسه الرياضه دي سواء من الرجال او من السيدات؟ هو الحمد لله يعني حجم الاقبال بالنسبه لرياضه جديده لسه مش معروفه، ولسه بنحاول ان احنا ننشرها للعالم. داخل مصر الحمد لله ابتدينا ننتشر فعلا في بعض الانديه، وخاصة أندية خاصة بوزارة الشباب والرياضة زي المدينة الشبابية الرياضية في الأسمرات، ودي عليها سبوتس وعليها اهتمام الحمد لله من وزارة الشباب والرياضة، وكان أول مكان إن احنا ننشر منه رياضة تريبل فايت. والحمد لله تريبل فايت خرجت كمان بره مصر، موجود حاليا تقريبا في 12 دولة بتمارس التريبل فايت غير مصر. يعني احنا صدرنا هذه الرياضه للعالم. بالظبط الحمد لله، موجود حاليا اللجنه العراقيه للتريبل فايت، ودي لجنه رسميه داخل اتحاد احدى اتحادات رياضات الدفاع عن النفس بالعراق، وفي كمان اللجنه السعوديه للتريبل فايت بقياده الدكتور منصور السعران احدى المتخصصين في المملكه العربيه السعوديه للدفاع عن النفس، في اللجنه الجزائريه للتريبل فايت، وفي لجنه الامريكيه للتريبل فايت، واللجنه الالمانيه للتريبل فايت. وباذن الله دول هيكونوا نواه للاتحاد الدولي للتريبل فايت اللي احنا اشهرناه اوريدي تقريبا من شهرين تقريبا. حلو جدا حلو جدا. طب فاهم احنا ناقصنا ايه عشان اللعبه دي تتطور وتاخد وضعها على كل الاصعده وعلى كل المستويات، ونلاقي ان هي من الالعاب اللي بتمارس في كل الانديه الرياضيه المختلفه؟ ايه اللي ناقص؟ هو طبعا اي شيء جديد بيكون غريب على الناس، فمحتاجه توقيت، دي نمره واحد. نمرة اثنين، العامل المادي برضو مهم في الانتشار في نشر الرياضة نفسها داخل الأندية. تقصد بالعامل المادي الرعاية وكافة أشكال السبونسرشيب، ولا متطلبات الرياضة من ملابس ونظم غذائية؟ هو طبعا كل الجوانب اللي حضرتك ذكرتها، لأن احنا حاليا بنعمل دورات متخصصة للمدربين وللحكام عشان يكون في مدربين متخصصين للتريبل فايت وللحكام كمان، فأكيد بنحتاج دعم مادي إن احنا نواصل المشوار بتاعنا. وإحنا طبعا بنرحب بأي حد مستعد إن هو يتبنى الفكرة، ودي حاجة لشباب مصر وحاجة لشباب العالم كله، هتطلع باسم مصر من مصر يعني. طب والسن، لو حد حابب يقدم مثلا، السن يعني أقصى سن ممكن لسه بداية ان هو يمارس اللعبة؟ هو احنا بنقول البداية ابتداء من سن 7 سنوات اللي هو يقدر ان هو يدرك احنا بنقول له ايه والتعليمات بتاعة الرياضة، وما فيش ليميت معين لاكبر سن ان هو يشارك. تمام حلو لكن جدا. لكن بتعتمدوا على ان يكون حد او شخص ما مهتم بالرياضة دي وحابب يلعبها بشكل احترافي وبيجي يتقدم ليكم، ولا زي عالم كرة القدم كده في حاجة اسمها الكشافين أو الكشاف اللي هو بيروح القرى والنجوع وكل الأماكن اللي حضرتك ممكن تتخيلها ويراقب ويتابع ويشوف ويختار المميزين في كرة القدم؟ هل في مساحة للنوع ده من الكشف على المواهب في الرياضة دي؟ هو لرياضات الدفاع عن النفس عامة هتختلف شوية عن الكرة طبعا، لكن العملية متروكة للاعب نفسه أو نفسه أنه هو يتمرن رياضة من رياضات الدفاع عن النفس، فهو بيروح أي نادي أو مركز شباب، حتى متوفرة كمان في مراكز الشباب، وبيختار الرياضة اللي هو بيشوفها مناسبة ليه. وإحنا بنحاول عن طريق الدعاية والسوشيال ميديا إن إحنا ننشر رياضتنا بقدر المستطاع.
طيب كابتن حسن، لو احنا عايزين نعرف اكتر عن الفرق بين الرياضه دي او الدفاع عن النفس اللي هي التريبل فايت والرياضات الاخرى، الرياضات الاخرى لما بنستضيف مثلا اي حد وبيكلمنا عنها سواء التايكوندو، يعني كان معانا الاسبوع اللي فات كان مدرب في التايكوندو وهو قال لنا الفكره كلها اعتمد اكتر على الذكاء، ان تفوز على الخصم الذكاء اول شيء، فهل برضه التريبل فايت بتعتمد بشكل مباشر على الذكاء مش فكره اصابه هنا الخصم مثلا؟ هو طبعا جميع الرياضات لازم يكون في نسبه عاليه للذكاء، يعني هي اللاعب بيوصل لمرحله ان لما بيكون متساويين احنا الاثنين في الاداء بيبقى شبه مباراه شطرنج، انت عندك نفس الحركات والجيش اللي انا اقدر اتحرك بيه ونفس الوزن، الاذكى هو اللي بيفوز. يعني ما بتبقاش العمليه واقفه هنا على القوه، اما بنوصل لمرحله فنيه عاليه نفس الجيش اللي عندك هو نفس الجيش اللي عندي، الاذكى هو اللي بيفوز. بالنسبه للتريبل فايت زي ما قلت لحضرتك هي ثلاث جولات منفصله، كل جوله ليها فن مستقل، يتجمع السكور بتاعها ونتنقل على الفن اللي بعده، يتجمع السكور بتاعها ونتنقل على الفن اللي بعده، علشان نعرف الليفل بتاع اللاعب بالظبط في كل جوله من دول او في كل فن من دول. وبكده الحمد لله بنحصل على لاعب بيقدر يشغل اغلب اعضاء جسمه في الرياضه دي وباحتراف، يعني في ثلاث مدربين هم اللي بيمرنوه في النادي، مش مدرب واحد زي الرياضات الثانيه. كل واحد متخصص، مدرب متخصص في الايدين، مدرب متخصص لفنيات الرجلين، مدرب متخصص لفنيات الرقبه. انا عايز اسال حضرتك على تفصيله كده تعتبر قاسم مشترك بين معظم ابطال الرياضات العنيفه اللي فيها يعني الرياضات القتاليه. تمام. كل ما يعلو شانهم في ممارسه الرياضات اللي من النوع ده وكل ما يكونوا حاصلين على كؤوس وبطولات ومشاركين في دورات عالميه كل ما بتلاقيهم اهدى. بالزبط. كل ما تلاقي عندهم ثبات انفعالي ملفت للنظر وكان ربنا بينزل سكنته على الناس اللي خصهم بقوه استثنائيه او بمهارات لو ما كانوش هم اشخاص اسوياء ونفسيتهم سويه ممكن بالزبط. يفتروا من خلالها على الاخرين. بالزبط. فايه ايه السر ورا القاسم؟ هو السر كل واحد فينا يعني بيجي له ساعات كده يعني وقت بيتنرفز وبيتعصب وممكن تكون موجوده فينا كلنا يعني طبعا. لكن الرياضي بتاع الدفاع عن النفس لما بيتنرفز ويتعصب بيبقى عنده حته ينفذ فيها الحته دي على الساند باج على صاحبه فبتطلع كل الحاجات المكبوته جوه اثناء التمرين، لذلك بتلاقيه خلاص بقى بعد التمرين بيبقى انسان هادي جدا ريلاكس وممكن اكتر من الانسان العادي. يعني احنا بننصح الناس اللي عندها نوع من العصبيه ان هم يمارسوا رياضات الدفاع عن النفس أكيد. دي هتفيد جدا يعني. بالظبط اكيد طبعا. اروح اقدم بقى بلاش ابوس فيه خوفا على الزملاء خوفا على الزملاء لحسن لا سمح الله يحصل اختلاف في وجهات النظر ولا حاجه. فالاهالي اللي بيخافوا على اولادهم الصغيرين من ممارسه النوع ده من الرياضات خوفا عليهم من الاصابه خوفا عليهم من الكسر حضرتك تقول لهم ايه؟ هو حضرتك بالنسبة للأولاد الصغيرين إحنا لازم نزرع فيهم روح الإبداع والابتكار وإن هو يعتمد على نفسه. الرياضات الدفاع عن النفس عامة بتدي ثقل للشخصية، ثبات انفعالي زي ما حضرتك تفضلت وقلت كده من شوية، الهدوء، حتى الحركة داخل البيت فيما بعد هتلاقيه هادي جدا لأنه خرج كل الطاقة اللي هو بيتعب والده أو والدته في البيت خلاص خرجها في التمرين. المشاجرات اللي بتحصل بين الإخوات والكلام ده هتتغير تماما 180 درجة لأن خلاص هو طلع كل الطاقة اللي عنده في التمرين أو لو في حاجة مكبوتة عصبية نرفزة كل ده كمان بيطلع في التمرين فهتفرق. يعني طبعا كلام جميل جدا وبجد احنا لو هنتكلم بقى يعني فعلا دي تبقى نصيحه من حضرتك كمتخصص كمان ان اي حد فعلا شعر ان هو عنده في اسفين عندها زي نوع من الغضب يعني لاي ظرف كان يعني ممكن يكون مشاكل في الشغل في الدراسه في الحياه الشخصيه فممكن يبقى ليها انعكاس سلبي لو فعلا هذه الطاقه ما خرجتش بشكل صحي او سليم فدي نقطه كويسه جدا حضرتك بتتكلم فيها للصحه النفسيه كمان بالزبط. فكلام محترم. طيب هو اتفضل يا فندم. يعني الحمد لله كمان التريبل فايت مصريه وابتدت تخرج الحمد لله للعالميه ومن ضمن النقاط ان احنا قدمنا الفايل الخاص بالتريبل فايت في مسابقه محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياضي والحمد لله الفايل بتاعنا قبل في المسابقه وباذن الله دعواتكم ودعوات الساده المشاهدين لينا ان شاء الله خير. ان شاء الله طول ما المجهودات مستمره وبنفس القدر من الدأب والاصرار
اكيد هتوصلوا لحاجات يعني. اكيد حضرتك النهارده الوضع مختلف عن ما كان عليه مثلا من سنتين ثلاثه فاتت، بيبقى في تطور اكيد في الامور. طبعا. اخر حاجه عشان الوقت للاسف بس حابه ان انا وكريم نتكلم مع حضرتك فيها، وهي ان احنا دايما بنربط بين او بنحب نربط بين الرياضه والسياحه، اللي هي الرياضه السياحيه. الرياضه السياحيه مهمه جدا، فلو احنا بقى اتكلمنا ان دي رياضه مصريه بتصدر للعالم، فهي دي الرياضه اللي احنا بنتكلم عليها وبندور عليها. فزي حضراتكم ممكن تستفيدوا من ده ونفيد مصر. زي حضرتك ما تفضلتي وقلتي ان في حاجه اسمها الرياضه السياحيه، وفي دول قايمه بالفعل على الرياضه السياحيه دي، زي دبي، زي كوريا حضرتك كمان. كوريا الجنوبيه هي قايمه على الرياضات دي، وهي مبتكره للرياضه زي التايكوندو، وهي وجهه نظر العالم كله خاصه اللي عاوز يتميز في الرياضه دي. واحنا دلوقتي بنقول احنا مصريين طلعنا رياضه جديده اسمها تريبل فايت، بنجمع كل العاب ورياضات الدفاع عن النفس دي في رياضه واحده بنظم وقوانين واسس علميه سليمه، خاصه اللي حاطط كل المنهج وكل الاساسيات دكاتره متخصصين في كليات التربيه الرياضيه، متخصصين في كل المجالات اللي قلت لحضرتك عليها الثلاثه، ومن كل جامعات مصر. فلما بنكون احنا مميزين في حاجه فاوتوماتيك بتلاقي وجهه نظر العالم تتحول اليك، اللي نفسه ان هو يتعلم الرياضه دي، اللي نفسه ان هو يكون مميز فيها، فاكيد لازم يجي لمنبع الرياضه دي. صح. زي ما بيحصل في رياضات تانية كتير. اسعدتنا وشرفتنا ونورتنا، وبنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله لحضرتك وللرياضه دي بشكل عام. الشرف لينا، وبشكر معليك وبشكر القناه العريقه والنادي العريق صاحب القناه. طبعا ده شرف لينا ان احنا نكون موجودين وننتشر عن طريق حضراتكم لكل مشاهدين القناه. شكرا لحضرتك كابتن حسن. شكرا ليك.